الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرة دي فن ولعب بيلسا، اللي قال دي مدرسة اوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي بخاصية ال 100 مليون سيلف ليد بيكسلز. لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأن فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. غيبي بلاش نول يا نهار للفرحانين، دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش، كمان ساعتين وبلاش دلوقت تغيب. كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان، زاد دلوقتي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من ستارز اوف فانتسي. النهارده معانا العالمي والثعلب، ولكن واضح النهارده ان الثعلب كان مسافر. ما جاش، الثعلب ما جاش، كان نايم.
ايه اللي حصل؟ نسيت اعمل فرقه يا كابتن مصر. الف سلامه. نسيت اعمل فرقه وانا حاطط الكابتن هاري كين كان عنده ماتش في الكاس وحاطط اللي بعديه جوندوجان كان عنده ماتش في الكاس فالاثنين الكباتن ما خدش حاجه طبعا. نسيت ايه يعني؟ نسيت اعمل مش عارف. نسيت تاكل نسيت تشرب. افتكرت قبل الماتش بتاع قبل ماتش ايفرتون بساعه كان ايفرتون ابتدى يوم الجمعه مع ارسنال فبجيت اعمل ما لحقتش لبست للاسف الشديد يعني. معلش تعوض كله بنفيتس. انت بتكسب الف مبروك 50 23 ده كويس. 23 ده انا في اثنين مالت ما لعبوش عندي يعني انت البيزك ما غيرتش الفرقه اساسا. طب قول لي ايه اللي فوقك؟ والله 50 يعتبر في الاسبوع ده رقم كويس يعني الافريج بتاع الفرق 55 50 كده يعني افريج يعني. رامز ده الجول كيبر بتاع شيفيلد 9 نقط كلين شيت و2 بونص. شيفيلد بعد ما نزلوا ابتدوا ان هم يلعبوا كويس بيلعبوا غير بريشر. خط الديفنس هول جيت ايفرتون برضو 5 وكلين كلين شيت. دانك في برايتون 2. سيميدو في ولفرهامبتون ما لعبش خالص 0 رغم كنت متوقع ان هو يبدا. كنت حاطه انت للناس بتديهم هند ان هو يخدوه ان هو يلعب. ما اعرفش ايه اللي اتعور ده ولا مش عارف. اصل ده لعيب اساسي وينج باك بيلعب في ثلاثه. انا فاكر الاسبوع اللي فات قلت لهم يا جماعه خدوا سيميدو وماتش سهل نصايح تودي خسروا 4 اساسا كويس ما لعبش ماتش غريب كان ماينس. صلاح طبعا ما شاء الله عليه جول وجاب جول حلو قوي في نيوكاسل. جول صعب يعني في لفه وفيرست تاتش كويسه. جول فيه تركيز كبير جدا و 18 نقطة. هو كان الكابتن بتاعي برونو فرنانديز 3 سيجرسون 3 تروسار في برايتون 2 وساكا 2 واتكنز عمل اسيست 5 وبامفورد في ليدز كان ماتش وحش ونزل نزل. حطيت مين كابتن؟ كنت حاطط مين كابتن؟ حاطط مين كابتن؟ كابتن صلاح. طب حلو ده عشان كده صلاح ظبطني جاب لك جون وعمل شغل. اه ان انا عندي التلاتة يعني طبعا سكولولي. كنت حاطط مارتينيز ماتش كان بالنسبه لي سهل. استون فيلا طبعا انا ما عملتش طبعا الفرقه بس يعني استون فيلا مع ويست بروميتش كان يعني طبيعي ان استون فيلا مثلا هيبقى كلين شيت طبعا 2-2 دي خدت منه كتير. ليندروف يمكن كويس 6 نقط عشان تعادله مع ليدز لكن كوفال ويست هام خسر من تشيلسي ودانك برضه خسر فاتنين خد 2 بوينتس. نص الملعب فرنانديز ما عملش حاجه 3 نقط. لينجرد برضه ما عملش حاجه. يوتا نقطه واحده. جوندوجان ما لعبش اساسا. مهاجم طبعا كين ما لعبش. واتكنز هو الوحيد جاب لي 5 نقط. لاكازيت ما لعبش في ماتش ايفرتون وطبعا في الضياع يعني احلى ماتش ايه وحش قوي يعني احلى ماتش ممكن يعني هتلاقي ولفرهامبتون وبيرنلي لان 4 اجوان اللي هو الماتش الوحيد اللي فيه اهداف كتيره الاسبوع ده كله يعني ماتشات 1-0 1-1 0-0 تالي يعني ده كان اكتر ماتش فيه اهداف. ماتش ليستر وكريستال بالاس برده ما كانش وحش شويه يعني كان فيه معقول يعني. مين ده احلى ماتش ايه؟ والله بص الماتشات كلها وحشه الاسبوع ده. ماتش ليدز وحتى مانشستر يونايتد توقعنا انه ممكن يبقى فيه جوال 0-0. استون فيلا وويست بروم 2-2 وماتش فيه ضربات جزاء. الاسبوع ده اسبوع مش حلو يعني اسبوع صعب. احنا ماتش الاسبوع الجاي ده ال 34 مانشستر يونايتد ليفربول. ده هيبقى حلو ده في يعني يمكن اقوى ماتش الاسبوع الجاي خصوصا ماتش مهم جدا. ليفربول طبعا بيمر بحاله غريبه جدا تعادلات كتيره بتضيعه. في الناحيه الثانيه تشيلسي بيكسب فبالتالي تشيلسي بياكد على المركز الرابع. نفس الكلام لليستر كسب كان ممكن ليفربول لو كسب الماتش اللي فات ولغايه الدقيقه 95 كان كسب وضيع اجوان كتير قوي لو جابوا جول دخل فيهم جول في الدقيقه 90 ودي سلاو وكده جابوا جول يعني فرق فرق بصراحه ديفنس وحش قوي حاجه تجنن بصراحه. فرق شفت صلاح كان هو خارج هيتجنن يعني مش ممكن يعني ماليزنا لان خلي بالك برضه النقطتين في اخر الموسم دي مهمين جدا وخاصه ما بقاش في فرق تعويض يعني ما عندكش وقت انك تعوض. لو تشيلسي كسب وليستر كسب كينو صلاح مين يخلص؟ كينو صلاح لا هيفضل متهيألي لغايه اخر ماتش في الدوري اخر ماتش يعني صلاح جاب الاسبوع اللي فات كنا ما لعبش كان عندهم كاس سلاب لا متهيألي هيبقى لغايه اخر ماتش في الدوري لقب الهداف هيتحسم في اخر ماتش. طيب نرجع بقى بعد الفاصل نشوف نصائح الثعلب العالمي وهينصحوا الناس يقولوا لهم ايه كانوا نفع نفسهم بعد ما عملتش فرقه. بخاصية الـ 100 مليون سيلفريد بيكسلز لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي
لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر كأنك فيه. كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا ايه منعنا. طول يا نهار للفرحانين، اللحظة الحلوة لازم تتعاش، واستنى يا شمس كمان ساعتين وبلاش، دلوقتي تغيبي بلاش. طول يا نهار للفرحانين، دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش، واستنى يا شمس كمان ساعتين وبلاش، دلوقتي تغيبي بلاش. لا 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 طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان، زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة. ورجعنا لكم تاني ونشوف بقى نصائح العالم الثعلب، ونشوف هينصح الناس يقول لهم ايه. انا هقول لك، هات من توتنهام، هات من توتنهام عشان هيلعب مع شيفيلد في ملعبه، فطبعا عندك سون عندك كين، هتبقى فرصه كويسه. لو جبت مثلا سيرد باك ولا حاجه برضو هتبقى حاجه كويسه. في تشيلسي هات من تشيلسي، الاسبوع ده هيلعب مع فولهام في تشيلسي، فممكن برضو تجيب مدافع. بوليزيتش مثلا عامل شغل كويس الفتره اللي فاتت، فيرنر عامل شغل كويس، يعني دول اللي شايف ان هم ممكن يكونوا في الحته اللي تجيب لك بوينتس. هيلعبوا ماتشات على الهواء يعني على الورق سهله ومتاحه بالنسبه لهم يعني. عالمي. ثانية واحدة بقى تشوف الماتشات. ماتشات فين؟ لا ماتشات ايه؟ ماتشات فين ده الاسبوع الجاي؟ ماتشات الاسبوع الجاي. توتنهام، ماتش توتنهام وشيفيلد. مالك فاكر ليه؟ ماتش ايه ده؟ بقول لك نصايحك للناس. ايوه، ما ماتش توتنهام وشيفيلد. لعيبة من توتنهام كين وسون. زي ما كابتن حازم قال، انا بقول ان تشيلسي وفولهام، تشيلسي بوليسيتش فيرنر، اللعيبه بتاعت تشيلسي، ماتش في تشيلسي هوم
وفولهام يعني استراجلنج عندهم مشاكل ممكن يجيبوا اجوال. وبرده صلاح يعني انا حاسس ان صلاح هيجيب في مانشستر يونايتد. مندي من تشيلسي ممكن ماتش يبقى فيه كلين شيت. حارس المرمى بامفورد في ليدز، ماتش ليدز هيلعبوا برايتون، وبامفورد عامل سيزون كويس جدا وغريبه جدا ان هو مرشح منتخب انجلترا. دول اللعيبه اللي انا انصح الناس ان هم ياخدوهم معاهم في الاسبوع اللي جاي. نرجع كمان بعد الفاصل وتحدي العالمي والثعلب، وطبعا يعني المعلومات عندهم جايه ضياع عارفين. بعد الفاصل اولد بخاصيه ال 100 مليون سيلفريت بيكسلز، لما تكون كل نقطه قدامك واضحه وفي مكانها الطبيعي. لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه منعنا. هي الحياة هنعيشها دي كم مرة، طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد بالقاهرة الجديدة. نرجع لكم تاني أعزائي المشاهدين ونشوف تحدي العالمي والثعلب. وأول سؤال، هاري كين أكثر لاعب ساهم في أهداف تسجيل زائد صناعة، مين تاني لاعب بعده في البريمير ليج؟
تسجيل سون جاب جون كتير او سون وعمل جون كتير برضه. طب من نادي ايه طيب؟ اكتر لاعب سجل وصنع هيبقى اشترك في اهداف يعني صلاح اشترك في اهداف يعني ايوه سجل وسجل هاري كين اكتر لاعب ساهم في اهداف تسجيل زائد صناعه مين تاني لاعب بعده؟ انا قلت صن وصلاح لا حد في السيتي دي بروينا جوندوجان دي بروينا صح مين بقى صح غلط حد في السيتي طبعا ده مش عارف طب قول لنا قول لنا ثلاثه واحد اختار منهم واحد مفيش ثلاثه واحد بس لا ده انا عارف ان هو واحد ما اكيد واحد قول لنا انت ثلاثه واحنا نختار واحد يعني مفيش ثلاثه هو واللي بعديه واحد يا حبيبي ماشي انت قول ثلاث اسامي واحنا نختار واحد قول انت خمس اسامي ناخد منهم واحد جدا. برونو فرنانديز عرفتها ازاي؟ هتقعد بقى ترخم هتقول هو صح ولا لا؟ والله صح؟ طيب برافو 100% صح ولا لا والله؟ صح والله قول لي كده عليك برونو فرنانديز انت صح والله العظيم صح برونو فرنانديز جاب بنالتيز كتير انا قلت والله العظيم صوتت عليه كده وبص تحت صح؟ وراح طلع بالاجابه لا والله لا والله برافو عليك والله مين هيقول لي؟ صلاح سدد ست ركلات جزاء الموسم الحالي سجل كام واحده منهم؟ سجلهم الست سجل كام واحده من الست؟ سجلهم الست ما ضيعش ولا واحده صراحه الاثنين صح طيب ما انا قلت الاول سجلهم الست ما ضيعش ولا واحده صح؟ الاثنين صح مين اكتر لاعب اهدر فرصه سهله في الدوري الانجليزي الموسم الحالي؟ اهدر فرصه سهله؟ انتوا لسه حد كنت انت لسه بتتكلم عليه لسه الاسبوع اللي فات فيرنر لا فاردي؟ لا انت كنت لسه في لعيب الاسبوع اللي فات فيرنر فيرنر ضيع كتير قوي لا اسهل فرصه اسهل فرصه ولا 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 اكتر عدد فرص اسهل فرصه مين اكتر لاعب اهدر فرصه سهله في الدوري الانجليزي اكتر واحد سهله 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 عامل جد على فكره اصل دي كنت بتنصح بيه اصل دي حاجه على فكره حاجه مختلفه ممكن يدوا المباراه دي فرصه سهله وانا حاجه بامفورد ايوه ماشي ما شاء الله النهارده بص في العالي في انت دايما تلبس البنطلون الاحمر ده والله بيفرق معاك بينك بينك بيفرق معاك جامد اشكركم سياسي شرفتونا ورسونا سلام طيبين يا جماعه استنونا بقى في حلقه جديده شوفوا الجديد يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي